السلام عليكم. تم البارحة ببلدية قسنطينة تدشين مستشفى جديد، والمستشفى هذا متخصص في الأمومة الطفولة في مدينة قسنطينة. إذن هانئا لسكان قسنطينة وللولايات المجاورة بهذه المستشفيات، يعني اللي رانا يعني نشاهد طفرة نوعية في يعني انتشار هذه المستشفيات، اللي أكيد سوف يعني تدعم المنظومة الصحية في الجزائر. أترككم تتابعون ما تبقى، والسلام عليكم.